مرحبا، بهذا الفيديو بدنا نحل شوية exercises about percentage بدرس الـ proportion. Application 5. Part 1. 20% of 80 students wear eyeglasses. How many students wear eyeglasses؟ فإذا هون في معنى total number of students أو whole number of students يلي هن 80 تلميذ، في عنا 20% منهم بيلبسوا eyeglasses. بدنا نجيب الـ number of students يلي بيلبسوا eyeglasses، يعني ما نجيب الـ part منهم يلي بيلبس eyeglasses. فإذا part over whole بيساوي percentage over 100 over 100. الـ part هو مين؟ هو عدد الطلاب يلي بيلبسوا eyeglasses، so it is x over 80 هن كل الطلاب يلي هن 80 equal percentage over 100. فهون الـ x بيطلع 80 times 20 over 100 يلي هن 16 students. طبعا الطريقة الثانية إذا ما نشتغل على الأسهم يلي منسميها triple rule، منقول إنه الـ 80 students سهم هن كل الطلاب يلي هن 100%، تحت ما نجيب الـ 20% يلي هن بيلبسوا eyeglasses منحط علامة استفهام، فمنوصل لنفس النتيجة يلي هي 20 times 80 over 100. Part 2. In your class there are 12 girls. If the percentage of girls is 60%, how many students are in this class؟ هون معنى نحن انه البنات هن 60% ومعنى عددهم، ونحن بدنا نجيب عدد الطلاب كلهم، يعني هون المطلوب نجيب ال whole number of students. فإذا part over whole equal 100% over 100. البارت هن البنات 12 over whole يلي ما بنعرفهم قديش، نحن ما بنعرف قديش كل الطلاب ال x equal 60 over 100، فبتطلع ال x هي 12 times 100 over 60، بتطلع 20 students. طبعا هون في ملاحظة بدي نبهكم عليها، هون نحن عم نحط عدد البنات بالبارت، بالمقابل بنحط البرسنتج تبع البنات، اوكي؟ تحت هي ال 100 كل الطلاب، بالمقابل عدد الطلاب. يعني دايما الأرقام اللي فوق مربوطين ببعض واللي تحت مربوطين ببعض، كيف يعني؟ يعني أنا هون حطيت 12 عدد البنات، بالمقابل بحط نسبة البنات. تحت عدد الطلاب كلهم، بالمقابل نسبتهم يلي هي 100%. Okay. 3. The students at a school held a class election. عم يعملوا انتخابات. Eliza and Mona are the only two candidates. هن المرشحين. Mona received 21 votes. Eliza received 29 votes. فإذا هون الطلاب عم بيصوتوا. ومنى هالقد أخذت أصوات 21 وإليزا أخذت 29. What percent of votes did Eliza receive؟ بدنا نجيب قديش البرسنتج للأصوات يلي أخذتهم إليزا. هلا أول شيء part over whole بيساوي percentage over 100. ما ننسى هون نحن عم نحكي عن مين؟ عم نحكي عن إليزا، يعني ما نركز على هيدا العدد يلي هن 29 votes، هن البارت تبعو إليزا. بالنسبة للهول هن كل الأصوات يلي هن جمع 29 مع 21 يلي هي 50، فبصير عنا 29 over 50 equal percentage over 100. لاحظوا 29 هن عدد أصوات إليزا، بالمقابل بيطلع لي البرسنتج تبع إليزا. تحت هن كل الأصوات يلي بالصف يلي هن 29 plus 21، وكمان تحت بيكون كل البرسنتج للصف يلي هي 100%. تطلع البرسنتج لإليزا 29 times 100 over 50 بتطلع 58%. هلا فرضا نحن استخدمنا بدل ال 29 هون حطينا 21 يلي هن تابعين لمنى، ساعتها بنكون عم نجيب البرسنتج تبعيت منى، اوكي؟ فمننتبه هن عم يسألونا عن إليزا، يعني ما نستخدم عدد أصوات إليزا يلي هن 29، تمام؟ Part 4. Every 450 kilograms of olives contain 90 kilograms of oil. Calculate the percentage of oil. فإذا part over whole equal percentage over 100. البارت 90 كيلوغرام هن جزء من الزيتون، هن نتيجة عصر الزيتون، فإذا 90 over the whole كل اللي استخدمناهن زيتون هن 450 كيلوغرامز equal percentage over 100. فبتطلع البرسنتج 90 times 100 over 450 يلي هي 20%. A farmer picked 3600 kilograms of olives. فإذا نقطف هالقد زيتون بدنا نجيب الماس of oil he will obtain، بدنا نشوف قديش بيحصل على زيت من نتيجة قطف هالقد زيتون أو نتيجة عصرهم، أوكي؟ فإذا part over whole equal percentage over 100. البارت هون هو
الاويل، لانه الاويل هن جزء من الزيتون او هن نتيجه عصر الزيتون. فاذا بارت اوفر هول هن 3600، البرسنتج هي اللي جبناها هون، لانه نحن بعدنا عم نحكي عن نفس الزيتونات وعند نفس الزلمه. فاذا بتضل النسبه المئويه هي ذاتها 20 اوفر 100، لنجيب الاكس بتطلع 20 تايمز 3600 اوفر 100 بيطلع 720 كيلو جرام زيت. فابليكيشن 6، In a school, the students are distributed as follows. في عنا 15% بالsecondary cycle يعني بالسنوي، 45% بالintermediate cycle بالمتوسط، وهون 400 تلميذ موجودين بالابتدائي بالprimary cycle. هون ما ننتبه لشغلة، ال 15% هاي نسبة مئوية وهون نسبة مئوية، بينما الحالة التالتة هني عدد الطلاب يلي موجودين بالprimary cycle. فإذا بتالت كيس نحنا ما معنا البرسنتج، عشان هيك بأول part بيسألونا بدنا البرسنتج للستودنتس يلي موجودين بالبرايمري سايكل. فهون كلهم سوا هن بمدرسه وحده، معناها كلهم سوا عدد الطلاب هو 100%. فلجيب البرسنتج بنقص 100% ماينس التو بارتس يلي فوق يلي هن 15% و45%، بيطلع 40% هن نسبه الطلاب يلي موجودين بالابتدائي. كالكوليت ذا برسنتج، هيدي حسبناها بارت 2. Calculate the number of students in the school. بدنا نجيب ال total number of students يلي هي ال whole. فإذا part over whole بيساوي percentage over 100. ال whole ما معنى إياها، أوكي؟ بس ال percentage هلأ جبناها تبعت ال primary. ليش بنشتغل بس على ال primary؟ لأنه نحن معنى عددهم ومعنى نسبتهم، بينما ما فينا نشتغل على ال intermediate وعلى ال secondary لأنه ما معنى إلا ال percentage، أوكي؟ فإذا تركيز شغلنا هون على مين؟ على ال primary، لأنه معي العدد ومعي البرسنتج، تمام؟ فإذا part over 100 عددهم هو البارت يلي هو 400 over x يلي هو total number of students is equal to the percentage of them، البرسنتج اللي تابع على إلها يلي هي 40% على 100. منجيب total number of students يلي هو x is equal to 100 times 400 over 40، بيطلع 1000 student in this school. Okay. Application 7. A class contains 30 students where 40% of them are boys. Another class, هون عنا صف تاني بقلبه 20 students where 60% of them are boys. These students of the two classes meet in the computer room. فإذا التقوا الصفين بنفس الغرفة بغرفة الكمبيوتر. بدنا نجيب الـ percentage of boys in this room، بدنا نشوف قديش نسبة الصبيان بهيدي الغرفة. أهم شيء بهيك نوع من الأسئلة إنه الـ percentage ما فينا نجمعهم، لأنه أول percentage تابع على أول صف، تاني percentage تابع على الصف التاني، يعني هني ما خصهم ببعض لحتى أجمعهم. بينما بالسؤال الماضي هون على أي أساس جمعت الـ percentages ونقصتهم؟ لأنه هودي كلهم بنفس المدرسة، عم نحكي هون عن طلاب المدرسة كلها، أوكي؟ بينما هون عم نحكي عن كل صف لحاله. The students of the two classes meet in the computer room. فإذا ما نجيب الـ percentage، لنجيب الـ percentage أول شيء ما نجيب عدد الصبيان بهيدي الغرفة، أوكي؟ على نفس الرول part over whole equal percentage over 100. هون عم نحكي عن أول غرفة، بعدنا هلأ عم نحكي عن أول class. الـ part هن الصبيان يلي ما بعرف عددهم على الـ whole يلي هي 30 بتساوي 40%، 40 على 100. فإذا أول step بنكون جبنا number of boys بأول صف يلي هي x بتساوي 30 ضرب 40 على 100 بيطلع 12 boy. هلأ بتاني صف نفس الشغل، part over whole بيساوي percentage over 100. هلأ هون معنى ال whole هو 20 students، y over 20 equal 60 over 100 لأنه معنى نسبة الصبيان 60%. لاحظوا كمان مثل ما شرحت من شوي هون، ليش استعملت letter y؟ لأنه أنا صرت بصف تاني ما فيني استخدم نفس letter. هون x على بيتبع أو بدل على number of boys بأول صف، بينما y بدل على number of boys بتاني صف. بالمقابل بحط نسبة الصبيان بهيدا الصف يلي هو 60%، وتحت التوتال يلي مقابلها بيكون دايما 100%. فبصير عدد الصبيان بتاني صف كمان مساق بانه 12، طبعا باسئله تانية مش حيطلعوا مثل بعض. المهم طلع بالصف التاني كمان في 12 صبي. فطالما هود اتنيناتهم بيلتقوا بغرفه وحده، معناها كل الصبيان بهيدي الغرفه هن صاروا 12 زائد 12 بيطلعوا 24 صبي. فلحد هلا شو صار معنا؟ صار معنا بقلب غرفه الكمبيوتر 24 صبي
أوكي، والطلاب كلهم مع بعض قد إيه عددهم؟ 50، 30 plus 20 بيطلعوا 50 students. فبنرجع لنفس الرول، part over whole equal percentage over 100. ال part يلي هن 24 boys على التوتال أو الهول يلي هو 50 تلميذ بيساوي ال percentage للصبيان على ال 100. ليش percentage للصبيان؟ لأنه أنا هون شو عاد حطيت؟ حطيت عدد الصبيان بالمقابل ال percentage للصبيان على التوتال كله سوا بالغرفتين لما نجتمعوا بالكمبيوتر يلي هن 50 صبي بالمقابل 100%. فبتطلع الـ percentage للبويز 24 times 100 over 50 بيطلع 48%. لاحظوا مثل ما قلت بالبداية الـ percentages ما فينا نجمعهم، 40 زائد 60 بيطلع 100، بينما هون قديش طلع؟ طلع 48%. أوكي؟